أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل القول بارتكاب أدنى المفسدتين وهي هنا الدراسة المختلطة في كليات الطب دفعاً لتركز تعليمه في أيدي الكفار والفساق، هل هذا كلام صحيح وخصوصاً بالنسبة للنساء؟ هل القول بارتكاب أدنى المفسدتين وهي الدراسة المختلطة في كليات الطب دفعاً لتركز تعليمه في أيدي الكفار والفساق، هل هذا كلام صحيح وخصوصاً بالنسبة للنساء؟ ما ألجأنا الله إلى هذا، نجعل تدريس النساء للطب على حدة، يدرس النساء طبيبات نساء، ونجعل تدريس الطب للرجال على حدة، يدرسهم رجال. لو أراد العالم الإسلامي هذا لا توفر لهم بسهولة. الذي يريد الحق ما هو صعب أبدا أنه يفصل تعليم الرجال على النساء في الطب وفي غيره، ويتولى تدريس النساء نساء طبيبات، ويتولى تدريس الرجال رجال أطباء. نعم.